أحيا أبناء منطقة الحجرية مهرجانا فنيا وخطابيا احتفاء بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر برعاية مجلس شباب الثورة بتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية الشمائتين في مدينة التربة بمحافظة تعز. وتخللت الحفلة فقرات متنوعة ركزت في مجملها على أهمية ثورة 26 من سبتمبر وضرورة الحفاظ على أهدافها وترسيخها في نفوس أبناء المجتمع. قلعة الجمهورية من أرض النعمان وأرض الأحرار بلاد عبد الرقيب عبد الوهاب أقام مجلس شباب الثورة السلمية بالتنسيق مع السلطة المحلية مع احتفال مهرجان احتفالي خطابي بمناسبة الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر لإرسال رسالة بأن اليمن بأن الشعب اليمني الجمهوري لن يتسامح مع من يتنازل عن أي هدف من أهداف ثورة سبتمبر أو حتى يساوم أو حتى يتفاوض ثورة 26 سبتمبر وأهدافها الستة في قلوب كل يمني. نحتفل اليوم بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر والتي فجرها الضباط الأحرار يوم الخميس 26 من سبتمبر عام 1962. وهذه الثورة العظيمة تتجدد كل عام ونحتفل بها كل عام لنتذكر فيها شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الثورة المباركة.